تعال نشوف على سبيل المثال، احنا عاوزين نزرع وعاوزين نزرع زراعات اقتصادية تجيب لنا فلوس. في عندنا هيئة كبيرة مهمة اسمها هيئة تنمية الصعيد. طيب هيئة تنمية الصعيد هتعمل ايه؟ هيئة تنمية الصعيد هتشتغل على زراعة 50,000 فدان نبات الجوجوبا، كما ينطقه البعض هوهوبا، سميه زي ما تسميه، مش دي قصتي. المهم عندي ان هو 50,000 فدان دول يتزرعوا فين؟ في اكتر من منطقة من محافظات الصعيد، وده بالمناسبة بتوجيه من فخامة الرئيس مباشرة. طيب هل الهيئة بدأت؟ ايوه فندم، الهيئة بدأت تزرع هذا النبات الجوجوبا اللي هو بيستخدم فيه اكتر من غرض دوائي وطبي ومستحضرات تجميل وهكذا، على مساحه 3000 فدان في محافظه البحر الاحمر. طيب تم الانتهاء من المرحله الاولى اللي هي اول 1000 فدان هناك في محافظه البحر الاحمر، ويتم خلال ايام الانتهاء ايضا من المرحله الثانيه، دي مساحه 2000 فدان، يبقى كده بنكتمل 3000 فدان خلاص كده. طيب والمرحلة الثالثة نبدأ نشتغل في المرحلة الثالثة إن شاء الله خلال الفترة المقبلة. معانا على التليفون سيادة اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد. أهلا بيك يا سيادة اللواء. أهلا أستاذ يوسف، إزي حضرتك؟ إزي صحة حضرتك؟ كله تمام؟ خليك. الحمد لله، نحمد ربنا الحمد. يا رب يخليك يا سيادة اللواء. عايزين سيادتك تكلمنا على مشروع الخمسين ألف فدان جوجوبا. الجوجوبا طبعا يعني ده هدف من اهداف هيئه التنميه الصعيد، ويمكن في اطار التنميه البيئيه والتنميه الزراعيه، هو بيخدم اكثر من اتجاه زي ما حضرتك ذكرت، توجيهات القياده السياسيه للهيئه والجميع اجهزه الدوله بالاستفاده من الميزات التنافسيه في كل محافظه، والاستفاده من الزراعات اللي بتقلل تكلفتها وبتزود الانتاج، وفي نفس الوقت بتقلل فاتوره الاستيراد على القيمه المضافه على هذه الزراعات. هيئه تنميه الصعيد زي ما حضرتك ذكرت بدات في زراعه 3000 فدان، وخلصنا المرحله الاولى الحمد لله العام السابق، واحنا دلوقتي في نهايه المرحله الثانيه باجمالي 3000 فدان في مدينه الغردقه بمحافظه البحر الاحمر، ده بالتعاون مع محافظه البحر الاحمر. عظيم. المشروع بيهدف الى توفير فرص عمل. احنا بهذا المشروع حققنا فيه اكثر من هدف، من ضمن الاهداف المحققه هو طبعا قيمه مضافه على مياه الصرف الصحي المعالج ثلاثيا وبنستخدمه في اعمال الري، توفير فرص عمل، قيمه مضافه لنبات الجوجوبا، لان نبات الجوجوبا بينتج زيت شمعي بيستخدم في المحركات وبيستخدم في اعمال الدهانات وبيستخدم في المبيدات العضويه والسماد، ليه استخدامات عديده ويطلق عليه الذهب الابيض. ده صحيح. المستقبل في هذه الزراعات، واستغلال برضو المياه الصرف الصحي المعالج ثلاثيا في انتاج زراعات بتعتمد على الري الصرف المعالج، وبتنتج بيها منتجات بتخش في اكثر من صنعه وبتوفر فاتوره الاستيراد وتوفير العمله الصعبه. هل اصبح في عندنا مثلا شبه جدول زمني للانتهاء من كافه المراحل وقت ما نخلص ال 50,000 فدان باذن الله، ولا لسه شويه؟ لا طبعا، احنا طبعا ده كل ده بنعمله في اطار رؤيه مصر 2030. كويس. زي ما حضرتك ذكرت احنا دلوقتي في ال 3000 فدان اللي في محافظه البحر الاحمر، وبنستهدف 50,000 فدان على مستوى محافظات الصعيد باذن في خلال الفتره القادمه، بحيث ان احنا نصل بالظبط نصل في نهايه الفتره الى زراعه 50,000 فدان على مستوى محافظات الصعيد، وبالتالي هنوفر عمله صعبه وهنوفر استيراد هذا الزيت، لان الزيت طبعا. ده هو طبعا بيستخدم في صناعات كثيره. كتير فيها صناعات، صناعات عاديه زي ما حضرتك ذكرت، وفي صناعات تجميل وصناعات الادويه، يعني حاجات كتير جدا. هو فعلا كنا نسمع عنه من زمان ان هو شيء في منتهى الفائده الاقتصاديه زي ما بيتقال. انا بشكرك جدا يا فندم والله. فائده كبيره جدا، وبيحقق تنميه مستدامه، لان حتى شجره الجوجوبا بتفضل تنتج يا استاذ يوسف لحد تعدي 100 سنه وبنفس حجم الانتاج، فدي بتبقى زراعات معمرة وزراعات بتحقق تنمية مستدامة في هذا المجال. طبعا
طبعا فرص عمل مستمره سواء اذا كانت مباشره او غير مباشره، اللي هيشتغل في الزراعه واللي هيشتغل في المصانع اللي بتشتغل عليها بعد كده. حضرتك احنا بنقول لو احنا قلنا عامل على لكل فدان، يعني انا عندي في الغردقه دلوقتي 3000 عامل، يعني ايه 3000 عامل؟ يعني 3000 اسره، 3000 بيت طبعا. فطبعا توفر فرص عمل مباشره وغير مباشره، فطبعا دي حاجه من الحاجات القويه جدا واللي بتنمي. ده بالاضافه لحاجه جديده برضه يا استاذ يوسف، ان احنا يمكن المجتمع في البحر الاحمر مجتمع سياحي من الطراز الاول. أيوة. احنا اضفنا لهذا المجتمع مجتمع زراعي. فدي برضه اصبح المكون اللي موجود زراعي وايضا المكون السياحي. بالظبط كده، تنميه في اتجاه اخر. طبعا مما لا شك فيه. مما لا شك فيه. يا فندم قدها وقدود، وانا بشكرك جدا وبشكر كل الناس اللي مع حضرتك يا فندم في الهيئه. كل الشكر للسياده اللواء شريف صالح رئيس هيئه تنميه الصعيد.